بات الجزائري رامي بن سبعيني لاعب رين الفرنسي على مشارف الانتقال الى بروسيا مونشنغلادباخ الالماني خلال الساعات القليلة المقبلة. وكشفت صحيفة كيكر الألمانية عن وصول الدولي الجزائري لمقر النادي يوم الثلاثاء، إذ يخضع حاليا للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى بروسيا مونشنغلادباخ. ويرتبط رامي بن سبعين البالغ من العمر 24 عاما بعقد مع ناديه الفرنسي الممتد حتى نهاية صيف عام 2020، مما دفع الأخير لمحاولة بيعه هذا الصيف بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 7 أو 8 ملايين يورو مع إمكانية زيادتها بسبب الحوافز الإضافية. ويتميز رامي بن سبعيني بطوله الفارع فضلا عن قدراته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي، إذ يلعب كظهير أيسر بالإضافة إلى قلب الدفاع.